السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية: نجاحات المرحلة الانتقالية الأولى حافز لاستكمال تحقيق تطلعات الشعب. قادة المشترك يؤكدون استمرار التكتل لإنجاز التغيير ويدعون هادي إلى توحيد الجيش. باسندوا يتسلم درع الثورة، فعاليات احتجاجية وأخرى تنموية في عدة محافظات. بداية النشرة استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي أن النجاحات التي تحققت خلال المرحلة الماضية تمثل حافزا مهما على طريق استكمال تحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني. جاء ذلك خلال لقائه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر اليوم في صنعاء. وكان بن عمر وصل إلى صنعاء اليوم في زيارة تهدف إلى متابعة قراري مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. وأوضح بن عمر أنه سيقوم بمساعدة الأطراف السياسية في التحضير لمؤتمر الحوار الوطني ومتابعة قراري مجلس الأمن حسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية سبأ. ويتابع مجلس الأمن الدولي المستجدات والتطورات في اليمن باهتمام بالغ. أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم وبحضور وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للتنمية الخاص بتمويل مشروع مزرعة الرياح التي سيتم تنفيذه في منطقة المخا بتعز. وفي الجلسة أعلن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع التزامه بكافة التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة حول اتفاقية القرض. وكان جدل حاد قد احتدم في قاعة البرلمان حول التصويت على اتفاقية القرض، الأمر الذي دفع رئيس كتلة الإصلاح الأستاذ زيد الشامي إلى التدخل لفض الخلاف داعيا لتحكيم العقل والمصلحة الوطنية من أجل العبور إلى اليمن الجديد. سلم شباب الثورة اليوم رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة درعة وشهادة النضال الثوري تقديرا وعرفانا لدوره العظيم والنبيل في مسيرة ثورة 11 من فبراير. وعبر الشباب عن تقديرهم وشكرهم للجهود التي يبذلها رئيس الوزراء من أجل الوطن والشعب ووقفته الجادة مع الثورة. كما سلم شباب الثورة لرئيس الوزراء قائمة تتضمن مطالبهم وتوصياتهم، ومن بينها إتاحة الفرصة للشباب وتمكينهم من تبوئ مواقع قيادية في الأجهزة والمؤسسات الحكومية عرفانا بدورهم في صنع التغيير وليساهموا بفعالية في بناء اليمن الجديد واستكمال تنفيذ أهداف ثورة التغيير. استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأستاذ محمد سالم باسندوة تقرير وزارة حقوق الإنسان الخاصة بالمعتقلين والمحتجزين والمخفيين قسرا. وأكد المجلس على لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ووزيرة حقوق الإنسان اتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث والتحري والتقصي حول الأشخاص المشمولين في القائمة المرفقة بالتقرير للمعتقلين والبالغ أو والمبلغ عنهم من قبل أسرهم. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي، اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم عن مشاركته والوفد المرافق له في المفاوضات التي تمت بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي حول مشروع تطوير التعليم الأساسي المرحلة الثانية والتي عقدت بمقر البنك الدولي بواشنطن. أجمع أمناء عموم الأحزاب الكبرى في المشترك على تماسك التكتل وضرورة استمرار بقائه لإنجاز مهمة التغيير والتحول الديمقراطي وبناء الدولة. وطالب قادة اللقاء المشترك الرئيس عبد الرب منصور هادي بسرعة اتخاذ خطوات لتوحيد الجيش اليمني قبل إجراء مؤتمر الحوار الوطني المزمع الشروع فيه قريبا. جاء ذلك خلال استضافة أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك والإصلاح والاشتراكي والناصري في برنامج في العمق على قناة الجزيرة مساء أمس. التقى وزير الدفاع اللواء ركن محمد ناصر أحمد اليوم بصنعاء المدير القطري الأول لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جوستافا جونز لانز،
وناقش اللقاء اتجاهات المساندة التي يقدمها البرنامج الإنمائي الأممي لبلادنا في عدد من المجالات. وجدد مدير برنامج الأمم المتحدة تأكيد استعداد البرنامج تقديم وتوسيع أوجه الدعم والمساعدات المختلفة في اليمن وفي محافظة أبين على وجه الخصوص. عقدت المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع اليوم بصنعاء مؤتمرا صحفيا لإعلان الوثيقة المدنية لليمن المنشود وإيضاح المواد والبنود التي وردت فيها. الوثيقة المدنية لليمن المنشود خلاصة لنقاشات جادة ومسؤولة استمرت 12 يوما في صنعاء وعدن وتعز والقاهرة من قبل أكثر من 100 شخص من علماء وأكاديميين ودعاة ومثقفين وشباب وخبراء سياسيين واقتصاديين رجالا ونساء. الوثيقة نصت على ضرورة الإبقاء على المواد الثلاث المنصوص عليها في الدستور الحالي المتعلقة بالأسس السياسية للدولة، كما تضمنت أسسا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية والحقوق والحريات العامة التي يجب أن تؤسس لدستور اليمن الجديد الذي يحقق لمواطنيه الأمن والحرية والتنمية والعدل في ظل شراكة مجتمعية تستوعب جميع اليمنيين وتقوم على المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص. ووضع المشاركون في إعداد الوثيقة عدة مقترحات لتحقيق ذلك، ففي الجانب السياسي طرحت اللجنة 22 نقطة أبرزها اتخاذ اللامركزية والحكم المحلي كامل الصلاحيات واعتماد نظام الحكم البرلماني والأخذ بالقائمة النسبية في الانتخابات وتعزيز صلاحيات الهيئات المنتخبة والحظر الدستوري على تولي أقارب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى الدرجة الرابعة من تولي المناصب العليا المدنية والعسكرية وتحديد فترة رئاسة الجمهورية وعدم التمديد مطلقا وحظر ترشيح أحد أقارب الرئيس لرئاسة الجمهورية إلا بعد دورة انتخابية لرئيس آخر على أن يكون الرئيس مدنيا. وفي الجانب الاقتصادي أوردت الوثيقة عدة نقاط أبرزها منع الاقتراض وتجريم مصادرة الأموال الخاصة بعيدا عن القضاء ومنح القطاع الخاص الدور الأكبر في عملية التنمية مع تأمين الدولة لاحتياجات المجتمع الأساسية ووضع استراتيجية عامة للأجور والمرتبات واستراتيجية أخرى للحد من البطالة والفقر، إضافة إلى عدد من النقاط الأخرى المتعلقة بملكية الموارد وتنميتها. وفيما يخص الموازنة العامة للدولة أوصت اللجنة من خلال الوثيقة بإيجاد إطار دستوري ينظم صلاحيات وأدوار السلطتين التشريعية والتنفيذية بالنسبة لقضايا الموازنة التي تقوم وزارتي المالية والتخطيط بإعدادها، وبحيث تكون شاملة وكاملة وتتسم بالشفافية. أما فيما يتعلق بالجوانب الثقافية والاجتماعية فإن الدولة تكفل حق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وتوزيع الخدمات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وإيجاد مؤسسات تعنى بالتعليم وتطويره وفق أسس ومعايير حديثة بدون تمييز. وفيما يخص المرأة والأسرة نصت الوثيقة على ضرورة تمكين المرأة من ممارسة كافة الحقوق السياسية والنقابية والحزبية وفي مختلف مجالات الحياة ومشاركتها في إعداد وصياغة الدستور وضمان تمثيلها في البرلمان بنسبة لا تقل عن 30% وتشجيع تعليم الفتيات وإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة في القانون أو الممارسات الاجتماعية، إضافة إلى عدد من النقاط التي أوردتها الوثيقة لضمان حق المرأة. مجموعة من التوصيات والمقترحات تضمنتها هذه الوثيقة التي سيتم تقديمها إلى مؤتمر الحوار الوطني ولجنة صياغة الدستور بهدف الاستفادة منها في تقديم وإعداد وصياغة دستور قوي يصون الحقوق والحريات. محمد الحطامي، قناة سهيل، صنعاء. طالبت نقابة المحامين اليمنيين رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي وحكومة الوفاق تكليف لجنة تحقيق جادة لكشف ملابسات اغتيال المحامي حسن الدولة. وكان القيادي في حزب الحق نائب رئيس اللجنة القانونية لثورة التغيير السلمية حسن الدولة قد اغتيل مطلع الشهر الجاري برصاصة صامتة حسب ما أفاد به الطب الشرعي. التقى اليوم اللواء الركن علي محسن صالح قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين، وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وخطوات تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
استقبل الشيخ صادق بن عبد الله الأحمر رئيس تحالف قبائل اليمن في منزله اليوم الوزير المفوض بوزارة الخارجية الألمانية لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى السيد بورس روجي، وكذا السفير الألماني بصنعاء. وفي اللقاء تم مناقشة سير العملية السياسية في المرحلة الانتقالية على ضوء الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. وأشد الشيخ صادق بالعلاقات اليمنية الثنائية بين البلدين الصديقين وجهود جمهورية ألمانيا في الوقوف مع الشعب اليمني في شتى المجالات. وأكد الشيخ صادق على ضرورة الحوار الوطني، لكن بعد تهيئة الأجواء وفي مقدمتها دمج وحدات الجيش والأمن، مشددا على ضرورة مشاركة كل أبناء الشعب اليمني في الحوار من خلال التمثيل العادل والمنصف. وأوضح الشيخ صادق أن نسبة التمثيل التي أعلنت غير عادلة، وأن تقرير اللجنة الفنية للحوار الوطني يعتريه الخلل والنقص. أوصى تقرير اللجنة العسكرية المكلفة بتقصي الحقائق بشأن أحداث الجليلة في محافظة الضالع بسحب المواقع والحواجز العسكرية من كافة المدن والقرى، على أن تبقى النقاط الأمنية التابعة للأمن العام، وتعزيز الوحدات الأمنية بالوسائل والمعدات الأمنية اللازمة، والعمل على عودة الضباط والأفراد من أبناء المحافظة إلى أعمالهم الأمنية والعسكرية وتسوية أوضاعهم. وجاء في المسودة الأولية للتقرير أن اللجنة ستطلب من وزارة الدفاع الإذن ببدء عملية سحب وإخلاء المواقع العسكرية المذكورة تحت إشراف ومرافقة اللجنة. كما أوصى التقرير بإطلاق كل السجناء والمعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي، ومنع الجيش من التدخل في الحياة المدنية للناس، وأن تشرف السلطة المحلية إشرافا مباشرا على تحقيق الأمن والاستقرار وصرف التعويضات المستحقة للمتضررين من أحداث يونيو 2010 في مدينة الضالع، ومنح المحافظة الدعم المالي من أجل التنمية. قالت مصادر عسكرية إن عشرات من جنود معسكر الجمهورية باللواء التاسع في محافظة صعدة تظاهروا اليوم للمطالبة بإقالة قائد المعسكر العميد علي الذفيف، والذي يتهمه الجنود بالفساد المالي وتنفيذ مخططات المخلوع الهادفة إلى نشر الفوضى والتواطؤ مع ميليشيات الحوثي وتسهيل مهمتها في الاستيلاء على معدات وآليات المعسكر. المصادر أضافت أن تبادلا كثيفا لإطلاق النار اندلع بين عناصر استقدمها قائد المعسكر من أبناء قبيلته وأفراد اللواء الأحرار، وأن تلك الاشتباكات أسفرت عن جرح 5 أشخاص، وكانت لجنة عسكرية من وزارة الدفاع وصلت إلى المعسكر لإيقاف الاشتباكات. مراسل سهيل بصعدة حاول زيارة اللواء ومقابلة القائد والأفراد، إلا أن حراسة اللواء لم يسمح له بالدخول، متعللين بأن الأجواء لا تسمح من الناحية الأمنية كون إطلاق النار ما يزال متواصلا. وصل الفريق الهندسي المتخصص في إصلاح أنابيب النفط صباح اليوم إلى مديرية صرواح لإصلاح الأنبوب الذي تعرض لعمل تخريبي قبل أيام، وقام بمرافقة الفريق الهندسي جمع من أبناء المديرية وعلى رأسهم مدير عام المديرية الشيخ خالد عبدالله الزايدي ومدير أمن المديرية العقيد سعيد محمد المصري وعدد كبير من مشايخ وأعيان وأبناء المديرية. وعبر الجميع عن إدانتهم لكل هذه الأعمال التي لا تمثل المديرية وأهلها الرافضين لكل أشكال التخريب، مطالبين الجهات المختصة بوضع حد لهذه الأعمال التي تشوه سمعة أبناء المحافظة. نجا رئيس شعبة الاستخبارات بوادي حضرموت العقيد الركن محمد حاجب من محاولة اغتيال تعرض لها اليوم في سيئون بعد انفجار السيارة دون وقوع أضرار بشرية. وقال أشهد عيان بحضرموت أن سيارة حاجب كانت على الخط العام بشارع القرن بمدينة سيئون أثناء انفجارها دون إصابة حاجب بأي أضرار، بالرغم من احتراق أجزاء كبيرة من السيارة. وفي تصريح صحفي قال العقيد حاجب إن العبوة التي وضعت في أسفل السيارة وتحديدا تحت كرسي السائق من الخارج تم تفجيرها عبر التليفون. وأضاف حاجب إنه تم العثور على بقايا التليفون المركب الذي تم التفجير عبره عن بعد. نفذ عدد من أبناء محافظة الحديدة اليوم وقفة احتجاج أمام مبنى وزارة العدل بصنعاء للمطالبة بإيقاف عمليات نهب الأراضي من قبل بعض النافذين.
كما طلب المحتجون وزير العدل بسرعة إصدار قرارات تفضي إلى تغيير في السلطة القضائية في محافظة الحديدة ومحاكمة المتسببين في تسهيل وممارسة عمليات النهب لأراضي المواطنين. تظاهر العشرات من الجنود المنقطعين عن أعمالهم وعدد من المتقاعدين العسكريين اليوم أمام رئاسة الوزراء بصنعاء، وطالب المحتجون رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ووزير الدفاع محمد ناصر أحمد ولجنة الحوار الوطني بإعادتهم إلى وحداتهم العسكرية وصرف مرتباتهم المنقطعة منذ بداية الثورة الشبابية الشعبية السلمية. يواصل خريجو المعهد الفني للقوات الجوية والدفاع الجوي التظاهر بالقرب من مبنى مجلس النواب بصنعاء للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وسرعة إصدار قرار ترقيتهم أسوة بزملائهم خريجي المعاهد من الدول العربية والأجنبية. وناشد خريجو المعهد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ومجلس النواب وحكومة الوفاق التدخل والبت في قضيتهم ووضع حد لمعاناتهم. نظم طلاب التجسير وقفة احتجاج أمام مجلس الوزراء تعبيرا عن رفضهم للقرارات الجديدة التي أصدرتها وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بنظام الماجستير. وقال المحتجون إن تنظيم الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق رفض الطلاب أو طلاب المعاهد والكليات والجامعات للشروط التي فرضتها وزارة التعليم العالي على الطلاب أو على طلاب نظام التجسير. ويطالب الطلاب باشتراط القبول في الجامعات بناء على معدل الدبلوم فقط دون الرجوع إلى معدل الثانوية ووضع معيار المعدل الدبلوم بدلا أو بما يتناسب مع معدلات الطلاب الخريجين، إضافة إلى فتح نظام التجسير في الجامعات الحكومية واعتماد نظام المقاصة في التجسير. نطالب رئيس الجمهورية ورئيس دولة الوزراء الأستاذ المناضل محمد سالم باسندواه بالنظر في القرار الذي أصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الجائر الذي حرم 750 ألف طالبا وطالبة من خريجين المعاهد المتوسطة والعليا من التعليم. نحن نناشده لأن هذا نظام التكسير يتيح لنا بمواصلة الدراسة بعد الدبلوم كالبكالوريوس. ندد عدد من موظفي المجلس الوطني للسكان بما أسموه حالة الفساد والنهب المستمر للمال العام من قبل قيادة المجلس. وكشف المحتجون عن استمرار ميزانيات فعاليات المجلس على الرغم من توقفه منذ عامين، ودعا المحتجون إلى وضع حد لنهب موارد المجلس والإسراع في تصحيح أوضاعه. اختتمت بمحافظة تعز فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة والذي يهدف إلى إنجاز خطة متكاملة للتنمية في المحافظة خلال السنوات القادمة. هكذا عاشت مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة وعلى مدى 3 أيام ولفترتين متتاليتين كورشة متواصلة أو كخلية نحل في مؤتمر التنمية المستدامة. المفروض أن يكون هناك خطة استراتيجية مستقبلية ل20 سنة قادمة بحيث تكون قابلة للتطبيق والتنفيذ وتوفير متطلبات تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية، وبالتالي سنصل إلى تنمية مستدامة شاملة. وقد اختتم المؤتمر اليوم بعد حراك كبير رغم الشكوى الكبيرة من مدراء العموم. من المكاتب التنفيذ الحكومية التي كنا نتوقع أنها أكثر حرصا على التواجد، ولكن يبدو أن المساحة من الجزائر التي أتى منها الأستاذ حوتية إلى المؤسسة أقرب منها من مكاتب هؤلاء المؤسسة، هكذا يبدو الأمر. وكان لمحافظ المحافظة رأيه بذلك. وأما فيما يخص المكتب التنفيذي والوكلاء أو مدراء المديريات الذين لم يشاركوا في هذا اللقاء فلا تستغربوا، لأنهم عارفين أن عجلة التغيير ستطولهم وأن وجودهم ومشاركتهم في هذا المؤتمر لم تقدم خطوة أو تأخر خطوة. شارك في هذا المؤتمر 105 باحثا وباحثة من اليمن و3 دول عربية،
117 ساعة عمل وأكثر من 1000 شخص مشارك. وتم تكريم المشاركين والباحثين الذين كان لهم رأيهم في المؤتمر وتوصياته. معظم التوصيات التي وردت اليوم كانت عبارة عن حلول لمشكلات تعاني منها محافظة تعز على سنوات ماضية. من مزايا هذه التوصيات أنها تحدد المشكلة بدقة، تحدد الجهة المسؤولة، تحدد التمويل، تحدد كثير من المقومات التي تساعد متخذ القرار لتنفيذها. كرم المشاركون وانتهت أعمال المؤتمر الذي نوقش فيه 75 بحثا وعدد من الورش في مختلف المجالات، ووضعت الحلول والمعالجات العلمية من قبل المختصين لمجمل المشاكل في المحافظة. فهل سترى هذه الحلول النور في الواقع أم كبقية المؤتمرات التي تعقد في بلادنا؟ محمد يوسف لقناة سهيل تعز. نظم العشرات من أهالي آل العواضي وقفة احتجاج أمام محكمة غرب إب للمرة الثانية للمطالبة بمحاكمة عاجلة بحق قاتل امرأة وطفلها، مؤكدين أن سرعة البت في مثل هذه القضايا يحافظ على السلم المجتمعي ويمنع تفشي مثل هذه القضايا الدخيلة على المجتمع. وكان الجاني قد أقدم على قتل امرأة وطفلها قبل 6 أشهر أثناء محاولة سرقة منزلها. بالبحث في القضية وسرعة المحاكمة العادلة في حق هذه المرأة التي قتلت هي وأطفالها. باسمي وباسم فرع الاتحاد العام لنقابة عمال يمن بالمحافظة نوجه عدالة المحكمة بسرعة إجراء المحاكمة المستعجلة. اعتصم المئات من أبناء يصاب العالي أمام المجمع الحكومي بذمار للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية للمديرية والمتمثلة في المدارس ومشاريع المياه والكهرباء والطرقات. عزلة السنة ناقد وصاب العالي محروم من جميع المشاريع والطرقات والمدارس يعني والمستوصفات والطرقات، ولا نمشي إلا في الحمير عرفت دائما وأبدا ولمدة 30 عاما يعني مدة الثورة، يعني لم يجد عندنا أي مصلحة ولا أي مشروع ولا أي مسؤول يزور يعني بلادنا وعزلتنا وقضيتنا يعني قضية طلبنا طلب يعني شرعي. واصل موظفو جامعة عدن وقفاتهم الاحتجاجية مطالبين رئاسة الجامعة بالاستجابة لمطالبهم أو الرحيل في حال عجزها عن إنصاف الموظفين. ويتواصل إضراب الموظفين في عدد من الكليات في الجامعة مهددين بالتصعيد في حال لم يتم تلبية مصفوفة المطالب التي أعلنتها نقابة الموظفين. نفذ خريجو دفعة جابر الشبواني أول دفعة بكالوريوس بكلية التربية بمحافظة مأرب وقفة احتجاج أمام بوابة المحافظة للمطالبة بتنفيذ الوعود السابقة بإعطائهم الأولوية في التوظيف، وذلك بعد مرور ما يقارب من 3 سنوات على تخرجهم. دشن محافظ شبوة أحمد علي بحاج والأمين العام لمجلسها المحلي عبد رب هشلة ناصر فعاليات المعرض السياحي الأول والذي ينظمه مكتب السياحة بالمحافظة برعاية قيادة السلطة المحلية فيها لمدة 3 أيام. وخلال طوافهما بأجنحة المعرض أشاد المحافظ بحاج بمحتوياته التي تضم نماذج متنوعة من الموروث الشعبي والعادات والتقاليد ومجسمات للمعالم الأثرية والتاريخية، منوها بأن شبوة تمتلك مخزونا حضاريا وتاريخيا كبيرا.
برعاية قيادة السلطة المحلية. وخلال طوافهما بأجنحة المعرض أشاد المحافظ بحاج بمحتوياته التي تضم نماذج متنوعة من الموروث الشعبي والعادات والتقاليد والمعالم الأثرية والتاريخية، منوها بأن شبوة تمتلك النصيب الأكبر من المخزون الحضاري والتاريخي الضخم لليمن، لافتا إلى أهمية الحفاظ عليها باعتبارها تمثل المكون الأول والمحتوى العام لهوية الإنسان اليمني منذ القدم. وإن دل على شيء وإنما يدل على عراقة هذه المحافظة وتاريخها العريق وعلى يعني أصالة أبنائها. ونتمنى أن يهتم الجيل الجديد في هذه المحافظة بتاريخ آبائهم وتاريخ الجديد في هذه المحافظة، ويعرفون معرفة تامة حتى يكونوا على وعي بنشره إلى الآخرين. يتدفق من القرن الأفريقي آلاف الأثيوبيين والصوماليين عبر السواحل اليمنية بحثا عن مصدر دخل في رحلة تطول كثيرا وهي تتجه نحو المجهول، ومن يقدر له الوصول يستقر به المقام في مخيم بمدينة حرب للاجئين. يشكل تدفق هؤلاء اللاجئين القادمين من القرن الأفريقي عبر السواحل اليمنية المفتوحة حسب تصريح الجهات الأمنية في مديرية حرض بهدف الوصول إلى المملكة العربية السعودية، يشكلون عبئا كبيرا على واقع المديرية من الناحية الاجتماعية والأمنية. في الحقيقة نحن نعاني الكثير من الناحية الأمنية وأيضا من الناحية الاجتماعية، لأن التدفق المستمر من الدول الأفريقية عبر سواحلنا المفتوحة، وأقول المفتوحة، يمثل ضغط كبير على المجتمع وعلى الأمن بشكل خاص. لاجئون منثورون على جنبات الطريق الرئيسي ما بين مدينة الحديدة وحرض أرتالا وزرافات، ينتظرهم مستقبل مجهول، فمعظمهم يقع في قبضة عصابة التهريب التي تستخدمهم سلعة لتجني من ورائهم أموالا طائلة، وسعيد الحظ من يكتب له النجاة ليعود إلى أهله عبر مكتب الهجرة الدولية. أول أمس تم عادة 250 أفريقي أثيوبي وأثيوبية، طبعا عادة طوعية على فكرة. بالنسبة للعادة الترحيل لم يكن ترحيل هناك جبري من قبل الدولة، ولكن بتعاون من المفوض من المنظمة الدولية للهجرة تم عادة ما يقارب 150 شخص. ظاهرة تدفق اللاجئين تتزايد يوما بعد يوم رغم التقارير المرفوعة إلى الجهات الأمنية لاتخاذ التدابير اللازمة وتقديم المعالجات التي من شأنها تحد من هذه الظاهرة وتخفف من آثارها. أن يكون هناك يعني خطة شاملة من قبل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وتكون في أيضا اتصالات مع الدول المصدرة بحيث تمنع هذا عبر الهجرة الدولية وعبر الأمم المتحدة للاجئين. نحن بصراحة نعاني كثير ورفعنا تقارير كثيرة، وفي طريقنا نرفع التقرير الأخير هذه السنة نهاية السنة، وإن شاء الله أن تستجيب لنا حكومة الوفاق الوطني. ومع مرور الأيام وتزايد اللاجئين تتزايد علامات الاستفهام، أين دور الأجهزة الأمنية والعسكرية في تأمين السواحل اليمنية؟ وأين دور السلطة المحلية والوجهات القبلية والأحزاب والتنظيمات السياسية في مديرية حرض؟ أسئلة تحتاج إلى إجابات واقعية وملموسة. عبد الحميد الأشول، محافظة حجة. وإلى سوريا، حيث أعلن الجيش الحر اليوم سيطرته على بلدة حلفية وعدد من البلدات الأخرى في حماة، واقتحام مقر الفرقة 34 التابعة لجيش الأسد في درعا. وكانت قوات الجيش الحر تمكنت من السيطرة على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق، وذلك بعد مواجهات عنيفة مع قوات الأسد وحلفائها من الفلسطينيين التابعين للجبهة الشعبية بقيادة أحمد جبريل الذي اضطر لمغادرة المخيم. انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة صباح اليوم الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني الذي يصادف 18 من ديسمبر من كل عام، وذلك إحياء لذكرى تولي مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الحكم في البلاد.
قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن دعوة جبهة الإنقاذ الوطني لمليونية حاشدة اليوم لإبطال الدستور الجديد تنطوي على احتمالات إدخال مصر من جديد في نفق الفوضى عقب عدة أيام من الهدوء النسبي. وأوضحت الصحيفة في تعليق لها أوردته على موقعها الإلكتروني أن الناخبين الذين صوتوا لصالح الدستور إنما هدفوا بذلك إلى إعادة الاستقرار لبلادهم من جديد عقب ما يقرب من عامين غلبت فيها الفوضى وعدم الاستقرار على مجريات الأمور في مصر. وذكرت أن رد الفعل المعارضة في مصر بتنظيم هذه المليونية هو دليل على ما يبدو أنه هزيمة لهم في الاستفتاء الذي جرت مرحلته الأولى يوم أمس الأول، وربما يقضي على الآمال بأن الدستور الجديد سيعيد الهدوء والاستقرار إلى البلاد عقب أسابيع من الخلاف السياسي حول جوهره والسرعة التي صيغ بها. مشاهدين الكرام، في ختام هذه النشرة أعود وأذكر بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية: نجاحات المرحلة الانتقالية الأولى حافز لاستكمال تحقيق تطلعات الشعب. قادة المشترك يؤكدون استمرار التكتل لإنجاز التغيير ويدعون هادي إلى توحيد الجيش. باسندوة يتسلم درع الثورة، وفعاليات احتجاجية وأخرى تنموية في عدة محافظات. مشاهدين الكرام، أترككم الآن مع نشرة الأحوال الجوية، أما أنا فأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.